أسعار الذهب تصل إلى أدنى مستوياتها في 9 أشهر، ومجلس الشيوخ يقر خطة بايدن للتحفيز بقيمة $1.9 تريليون وتطبيق روبنهود يعتزم إدراج أسهمه في بورصة ناسداك. أهلا بكم في الأسواق العربية. تراجعت أسعار الذهب 2% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 9 أشهر. يأتي ذلك على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار نتيجة زيادة الوظائف الأمريكية بأكثر من المتوقع في فبراير، وهو الأمر الذي خيب آمال المستثمرين في المعدن الأصفر. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحفيز الاقتصاد البالغة $1.9 تريليون، وتشمل الخطة تقديم إعانات مباشرة بقيمة $1,400 وإعانات بطالة بقيمة $300 أسبوعياً حتى شهر سبتمبر، كما تتضمن الحزمة $14 مليار لتوزيع اللقاحات. ونبقى في الولايات المتحدة، حيث يعتزم تطبيق روبنهود لتداول الأسهم إدراج أسهمه في بورصة ناسداك هذا العام وفقاً لتقارير إعلامية. ويعتزم التطبيق التقدم بطلبات للاكتتاب لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هذا الشهر. يشار إلى أن روبنهود قيم عند $11.7 مليار في جولة التمويل الأخيرة العام الماضي. تعتزم شركة كوبانج الكورية للتجارة الإلكترونية جمع $3.6 مليار كحد أقصى عند طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك، الأمر الذي يقيم الشركة بأكثر من $50 مليار. وبحسب الشركة فقد اختارت أن تدرج أسهمها في أمريكا بدلاً من كوريا الجنوبية لأن بورصة نيويورك تمنح علاوات إصدار كبيرة وتتوفر لديها سيولة مرتفعة.